وش ما بدك كمان؟ ما حدا يهمني انا. تعالك وقفي، لك وقفي. نفسي لك سيارة وراي. مرحبا عائلة ريتشو ونانوش، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. اول شغله خليني اطمنكم على الفيديو كليب. الفيديو الكليب تصور وكل شيء وناطرين المونتاج، راح يتمنتج وامورنا كلها تمام، والاغنيه راح تنزل تقريبا خلينا نقول 25 الشهر، ونحن راح نعلنها اكيد، راح نعلنها قبل بيومين، راح ننزل لكم مقطع صغير منها لهيك نشوف حماسكم كمان. فنحن باعتبار خلصنا فيديو الكليب، فانا قررت اليوم اعمل مقلب بننوش، يعني ركب معي مع فيديو الكليب. المقلب هذا راح يكون خارج البيت بالسياره. هلا نانسي شايفين مكانها فاضي يا عمري، يعني هلا بتجي ننوش، بس انا معي روكسي. وينك روكسي؟ شايفينه؟ قبل كل شيء بدنا نحط لايك للفيديو ونشترك بالقناه ونفعل زر الجرس لحتى نوصل لل 700,000. بعدنا اصلا 13 او 13,000، وبهمتكم رح نوصل على 700,000. حطونا لايك للفيديو واشتركوا بالقناه لتنضموا لعائلتنا المتواضعه. رح روح هلا اجيب لها غرض امن لها اياه، ومنشان بدنا نمشي نروح نشوف بيت. فانا راح احضر كل الامور، وبس تقعد هون ببلش المقلب. المقلب راح يكون انه انا نحن وقفنا تصوير، لغينا التصوير، راح نجيب بنت تانية تصور، انه انت يا نانسي ما طبقتوا على بعض مع كذا، طبعا باتفاق مع ميز. خلونا نشوف ردة فعل ننوش. تتذكروا انتو مقلب الولادة اللي مبكرة اللي عملته معي بالسيارة وين كانت حاطه الكاميرا او التليفون؟ هلا التصوير راح يكون بالتليفون، تمام. انا هلا عم صور بكاميرا، بس التصوير راح يكون بتليفون لنقدر اقدر سيطر. الكاميرا كبيره شوي، ما راح توسع بقلب علبه المحارم، فخليكم معي. هلا بشوف كيف بدي رتب الامور، هن مثل ما رتبوا انا فيني رتب الامور، وراح يتم التصوير بهذا التليفون. اوكي اوكي يا جماعه، هلا وصلت انا. نازل جيبها واجي بكون جهزت حالها. انا قلت بروح اجيب لها الغرض وبجي، انا من النسوان مثل العاده بدهم 5 ساعات تجهيزات. نزل اجيبها، انتظروني. تأخرنا كثير على صاحب البيت، تأخرنا كثير على صاحب البيت. هلا بس هلا ان شاء الله يا رب. استنى قديش عم دوع عبيت، والله تعبنا هالبيت والله العظيم. رجعك روكسي. نايمة مريم؟ خميمة نوم مثل امها. الله ان شاء الله نتوفى ببيت يا حياتي. ان شاء الله ان شاء الله نتوفى ان شاء الله. والله تعبنا شو. هلا انا ما بتعرفي، انا ماني اكل هم البيت على قد ما لي اكل هم موضوع، يعني شلش لي مخي صدقيني، ماني عارفان شلون بدي اقول لك عليه. مش موضوع شو حياتي؟ لحظة ثانية بس لاسمع هذا الصوت. مايز بشرفك، مايز خليني اعرف انا ارتب الامور. الله يرضى عليك، خليني، انا كثير توترت انا، لان انا عم تحكي ما انه منطقي ابدا. انا ما فيني اصور غير مع مرتي، عرفت كيف؟ فيديو الكليب انا خلص مختار نانسي تكون هي معي بالفيديو الكليب. انا ما هذا الحكي اللي عم تحكي، خليني اشوف كيف بدي ارتبه، خليني اشوف كيف بدي احكي معها. الله حبيبي فيديو الكليب عم يقول لي مايز انه بيطلع معنا ناجح اكثر من هيك، بس اذا انت معي فيه ما راح يكون ناجح. شلون يعني؟ ثاني خليني اعرف شو حبيبي، بدون توتر وبدون اعصاب. يعني مايز شايف لي بنت كرمال، نرجع نعيد فيديو الكليب، قال لي هاي البنت اذا بتطلع معك فيديو الكليب بينجح اكثر. فيديو الكليب بينجح اكثر، عرفتي كيف؟ اه ما بعرف. اها انت بعد ما نشوف البيت وين رايح؟ ليش؟ ها؟ نحن نازلين نشوف البيت هلا، انت بعد ما نروح نشوف البيت انت وين رايح؟ حبيبي نازل شوف البنت، شوف مايز وشوف هاي البنت لبكره نروح نصور، بس انا قلت بحكي معك. قصدك اليوم تصور لانك لابس نفس لباس فيديو الكليب. حبيبي اليوم ما رح صوره هلا اليوم. ما انا اخذك معي، تعي روحي شوفي احضري فيديو الكليب معنا اذا بتحبي. اذا بحب. ايه؟ انه عم تسالني إيه؟ انه اذا بحب انه بحب انه شوف جوزي مع بنت ثانيه، فانا بحب انزل معك يعني. حبيبي مع بنت ثانيه شو شايفتيني عاشق ومعشوق؟ لا تصوير. لا يا عمري غني لي انه بحبك وبتكرهني ما ادري شلون، شلون يعني بدك تصور مع بنت ثانيه غيري؟
حبيبي الفيديو الكليب قال نحن ما لنا مناسبين لبعض بالفيديو الكليب بهاي الفكره بهاي طريقه التصوير. انت ما اعطيتي الشيء المفروض يعطوك اياه مثل ما انه محطوط بالسيناريو، يعني بملامح الوجه بالحركات المفروض تعطي شيء من قلبك. فهذيك البنت ممكن انها تتعامل معي بطريقه وتعطيني شيء من قلبها، عرفتي كيف؟ تعطيك شيء من قلبها؟ انه تعطيك شيء من قلبها، يعني انه انا ما اعطيتك شيء من قلبي ولا صورت الفيديو كليب معك. حبيبي انت غنيناها بس انت ما كنتي بمشاعرك، يعني بيني وقت بنكون مع بعض بتكون مشاعرك حلوه، بس على الكاميرا مثل كانه ما بنعرف بعض. مفروض تعطي كل شيء، يعني انسي انه في كاميرات، انسي في فرقه دبكه، انسي فريق التصوير، انت المفروض خلص تتعامل معك كانه انا وانت بس موجودين. كنتي ناشفة شوي ما بعرف كيف. انتوا قررتوا هيك بدون ما يكمل مونتاج وماشي على الوقت لما صورنا الفيديو ما احنا انا بنجنن. حبيبي على المونتاج بيتغير كل شيء، ما هلا عم يمنتجوا قام قال له بيطلع احسن من هيك. حرام اغنية قوية ومتعوب عليها بالسولويات بالامور هاي فريق الدبكة، فريق تصوير يعني جدا مهم، كان ما يستعب الاستاذ عبد الحميد سلات كتب السيناريو. اللي انت حكيتوا معه انتوا استاذ عبد الحميد سلات؟ لحظة استاذ عبد الحميد اعطانا حط لنا السيناريو. ايه خلص في مخرج حط لك اياه لانه مرتك معك، يعني حط لقطات فيها رومانسية فيها برمي. ايه بس انت ما كنتي رومانسية يعني عرفتي كيف؟ شلون يعني ما كنت رومانسية؟ رومانسية فيني يا حبيبي هلا مايز في بنت بالفعل انا بعت لي صورتها، خذي شوفي صورتها للبنت. حياتي شوفي صورة البنت، انا عجبتني الصراحة كفكرة كليب. طبيعي هذا الموضوع بدك تتقبليه حياتي، نحن هيك مجالنا يعني، بس تقلي مجالنا نصور فلوجات تحديات. ايه بس فتنا باغنية وعدنا 700,000 شخص، طب شو بعمل انا؟ وين مش لوزة وعد 700 شخص؟ ايه ما رح تنزل عم بقول لي اذا ليش ما رح تنزل؟ شو الغلط اللي فيها؟ يا حبيبي مانك طالعة فيها، قلت لك شو في تقصير من عندك؟ هلا تعي شوفي هي البنت، تعي شوفي طولها انت، تعي شوفي طولها بربك، عيونها فاتحة، عيونها خضر حبيبي. مو مش يعني انا ما انا بدي تعرفيني، يعني انا لو بيجيبوا لي ملكة جمال على بحطوه قدامي بشوف انا النوش، بشوف انا نانسي قدامي، انت بتعرفي هذا الشيء. يعني انت بس رح تعمل فيديو الكليب رح تتخيل البنت كانه انا. ايه رح هيك بس لانه اذا تتخيل انا ما بعرف مستحيل اعطيها المشاعر، اعطيها مشاعري انا. فانا رح اتخيلها انت مشان يطلع اللي جواتي، عرفتي كيف؟ اعطي الشيء الصح. ومين اقترح هذا الحكي؟ يا حبيبي ما انا اقترحته، مايز عم يقول، حتى بدنا نحكي مع الاستاذ عبد الحميد يعدل شوي بالسيناريو، انه رح تتغير البنت، في بنت احلى منك، قصدي قال احلى منك غلطت، انه رح في بنت يعني غلطت. يا حبيبي مو احلى منك والله العظيم، واضح انه مو احلى مني، واضح. عم سوق وراي سياره، انتبه هدي رايحه تاكليني، استغفر الله العظيم. خلاص كانه خربطت، انه هي عجبتك البنت بس انه انت انه مرتي انه حبيبي. لا ما هي بس هديك، هلا انا انت بنظري، انت بهمك بنظري اجمل نساء الكون انت، بس هي يعني بجوز عند العالم تكون احلى منك يعني. هي بس العالم حبتني انا وانت، حبت الفيديو رح تحب الفيديو الكليب، انه على مبدا انه انا وانت اول شغله، وثاني شغله كمان انه نحن عيلين متزوجين، وهي الغنية بتحكي عن مخطوبين ومتزوجين انه كانوا شافوا بعض حبوا بعض. لا ما فيها زاج اجازة، لساتهم مخطوبين، يعني انتهت بخطبة فيك تقولي تعتبر، او انتهت بانه قبلوا يتعرفوا على بعض وقبلوا حبوا بعض، بس هي لا فيها لسا ما تلبس خواتم ولا صار شيء. ايه بس الغنية غنت لإلي انا ما برضى انك تغني لحدا غيري. يا حبيبي ما انا عم غني لك اياها، ما هي اساسا. لا كيف بدك تغني لها والبنت معك عم تمثل؟ لا تعيطي البنت نايمة، لا تعيطي، استغفر الله العظيم على الشغلة. ما برضى بالحكي انا، ما اذا عمل لك حلا وما حلا كان يعني ايه كان ما في مرة ما في كذا، ايه رايح بكره انا بدك تصور. يا حبيبي طب بدك معلش هلا اليوم اكثر الفنانين متزوجين. ايه لا ما عم اقول عن حالي فنان انا، ما ايه بس الفنانين حب ما بيجيبوا عيون كاشفة وطول وما بعرف ايش. لا بنقوا بنات حلوين، هون نسوانهم ما بزعلوا، هون نسوانهم ما بزعلوا نسوانهم. يا حبيبي انت منك مطرب، انت حابب تعمل غنية لإلي ماشي؟ ما لك مطرب وكل شيء بتنزل غنية او بس لا اذا حبوها انا بدي يصير اعمل لهم كل فترة يا نانسي، شو هالحكي؟ خلينا نشوف شو بدي اعمل، خليني دق لمايز اشوف شو بدي اعمل، بلكي بلاقي لي بدك يعني بدك مش حتصور؟ بقى بنضل يعني بنتركها انا مش او لا حلوة ولا طويلة ولا قصيرة غير انا ممنوع. هاي بدي اجيبها انا، فهمت منه لبسة النورة يعني
شو اسمه لبسه تنوره قصيره يعني، وعرفتي انا هذا الشيء ما بيناسبني. انا انسي انت تروحي تطلعي هيك، لا لا، نحن عملنا فيديو كليب محترم حلو. كل مين له اموره، نحن ما بنغير بمعتقداتنا، بس هذا الفيديو بده وحده يعني لبسه تنوره كذا، عرفتي شلون؟ تنوره يعني اذا ما تنوره ما راح ينجح فيديو الكليب. لا بينجح يعني اذا ما طلعنا، اذا ما طلعت ناسي ما بعرف كيف شو التعصيب هذا. خلص ريت شو هدي حالك. كيف عم تطلب مني انه هدي حالي؟ عم تقلي بدك تصور مع بنت ثانيه. تصوير عادي، تصوير وفي هيك وفي هيك شو هي تعمل لي هيك؟ لا بخلي غير المشهد، انا بعمل لها هيك، عرفتي؟ ما تعمل لي هيك، هي تعمل لك هيك. انا تعرف وافي لك، وافي نفسي لك سياره وراي. لا وين زدتي حالك؟ ايدك عني. شو المسخرة؟ روح خلص. شو المسخرة هاي؟ تعي لهون، تعي قربي، اطلعي بالسيارة، اطلعي بالسيارة. سكري 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 باب السيارة. خلص ايدك. سكري باب السيارة، سكري باب السيارة لنحكي. اي راسي. ضربتي راسك؟ خلص روح صور ريتشو. اتركني، خدني على البيت، ما بدي اشوف لا بيت ولا بدي اطلع ولا مكان، خدني على البيت. السيارة ماشية بس زدتي حالك من قلبها؟ ايه. خليني اشوف مايز احكي معه كلمتين لشو شو بدي اعمل. دق له مايز، دق له مايز حبيبي. ما عم يرد، عم دق له. خليني اشوف. ما دق له، ما بدي ارجع اعمل نفس الحركه. ماشي، انا فقدت اعصابي قبل شوي. شو يعني؟ هذيك ممنوع تتكرر. مايز كيفك؟ لكن الامور توترت جدا جدا بيني وبين نانسي. الله يوفقك، الله يوفقك. بدنا نلاقي حق. انت صارحتها؟ طبعا بدي خبره. معقوله لك ان تشوف مصوره هي معي فيديو الكليب تلاقي بنت ثانيه معي؟ هلا عم تسمعني هي او لا؟ خي عم عم تسمعك بس ما بدك بنت. نانسي 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 ايه مايز، بتمنى تتقبلي، بتمنى تتقبلي هذا الشيء. انا حاولت قد ما فيني، صدقيني ما نكون لابقين لبعض، ما نكون لابقين لبعض ابدا، مش عارف نركب مع بعض. ما تزعلي، هيدا شغل قلته بالحياة شيء. هيدي البنت، هيدي البنت كراكبي. ايه فهمت عليك. انا هيدي البنت موجودة؟ ايه دغري موجودة. شقرة وعيونها خضر وملبسها تنورة قصيرة. يا خي بدنا مشاهد رومانسية، بدنا مشاهد. مش راكبة نفسي معك بالمرة. بدك تعدل، بدك تعدله بالسيناريو انت وابو احمد. يا بدنا، يا بدنا نكب الكليب كله مثل ما هو، يا بدنا نصور. اجباري بدي صور على كليب تاني. ريتشو شفنا المونتاج، مش صابتين يا خي، مش صابتين. ايه بس مايز انا بعدين الكعب اللي لبسته يا خي مش ظابطه، مش ظابطه، مش ظابطه ابدا. ما عم تزعليش، مش طالعه حلوه معه بالفيديو ابدا. مش طالع عندي كم صوري. هلا لحظة، انت هذا رأيك انه ما نطع. انا بنظري هي حلوة معي كانت بالفيديو. لك على راسي وعيني يا ريتشو، انا لك على راسي وعيني، هي مرتك وايدك وعلى راسي وعيني. بس كفيديو كليب مش راكبة يا خيي، بجيب لك هيك الشقرة، بتعلو المشاهد الرومانسية. واكثر شيء، اكثر شيء هي اذا بحب تكون بالفيديو توقف كومبارس. ضحك بعد، ها؟ ضحك بعد، ما عم بضحك. ما سكتك يعني انه يجيب بنت ثانية؟ ما فهمت انا، ما حب التصوير. مايز مش يا عمي، كله كليب يا ناس، كله كليب. خيي تمثيل، هذا تمثيل. هذا عم قلها هلا روحي شوفي راغب علامه بجيب كلمه. شو التمثيل ده؟ خلي وحده تحضن جوزي. شو انا عم هاي الحقي حملتها، حملتها اياها لناسي مش ظابطه هيك، شعرها اشعر طويل بدي احملها اياها بربط فيها. يعني كمان بدي احملها، بدي اعبطها واحملها وابرم فيها، بدي الفها. هاي اللقطه اللي اخذتوها على غروب الشمس خيي، مع وحده يعني وحده شعرها اشقر وعيون خضر، انتم متسقين مع بعض. انت عم تحس على بدي اشرح على كل اللي بيعمل فيديوهات كليب مع بعض بيجيبوا عيون ملونين وكذا. طب اذا شغله، طب خليها تحط عدسات نانسي. ما رح يمشي يا خيي، شو ما تزعلش مني، سكر سبيكر شو ما تحط، ما يمشي يا خيي. ما شفت، شفت المونتاج انا، شفت المونتاج وين؟ ما راكبين لبعض. طيب طيب ماشي، لحظه مايز، هاي توترت كثير نانسي. خليني شوي بس، شوي بس وبرجع لك، شوي بس. طيب طمني، طمني شو بصير. ماشي يعني حكي بطريقتك. ماشي ماشي، يلا يلا، باي باي. ماشي يلا بطريقتك. يلا باي باي. شوفت عينك نانسي؟ زني هون. وين ده نزلت؟ زني هون. اوعك تعملي هذيك الحركه ترجعي. زني هون. اه زني هون، انا اخترعت كثير، بدي انزل اتمشى. لك وين بدك تنزلي يا مجنونه؟ عم اقول لك نزلني هون. بلا نزلت لك لما عليك بيجيب وحده وتحبطها. شو شو عم تحكي؟ عم تدافع عني؟ لا انا ما
انتي عاجبتني ما بعرف شو. ايه ما انتو عاجبتيني لكن منو هاي الشعرة. ايه بس بيع سنك ماشي بس حاجة بدي اجيب بنت شعرة وعيون خضر ما بعرف ايش. روح ما بدي نزلني هون. وافي هون. وافي نانسي. قفلت السيارة. نزلني هون. قفلت السيارة خلص. نزلني هون. عملك وقف علي. هون ما في محل نوقف فيه. خدني على البيت. ما بدي اشوف لا بيت ولا بطيخ. خدني على البيت. ماشي على البيت. ايه ماشي على البيت. رضيان بكل شيء ما شاء الله عنك. روح صور مع البنت وروح ما بدك اياه وشيله وضمه. وش ما بدك يا ما يهمني انا. خلص. هو عم بيقول لي حلوه وما بعرف ايش. انا ضحكت على الكلمه مو يعني انبسطت. انا ضحكت ضحكه عاديه بس واضح. انتي بدك شغلي علي. خلص. واضح. خلص ما عاد نصور فيديو الكليب. هلا بكره بطلع فيديو بعتذر من العالم. خلص نحن ما راح نكفي تصوير فيديو الكليب يا جماعه لانه مرتي غارت علي. خلص. خلص كيف ظابطة معك انت عم تغني؟ خلص نانسي مبروك عليك المقلب. نانسي خلص خلص مبروك عليك المقلب. مقلب مقلب ريتشو مقلب طولي بالي. ننوش 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 تعال ايدك عني. تعال وين خلص ريتشو وين ايش هالمقلب بيهوي ايدك يا الله. نانسي وقفي والله العظيم اذا بتمشي اقسم بالله طلعي ما بتعرف ها ما بتتحرك من محلك. امالكم يا جماعه والله العظيم هبلت يا الله بيز يا ضحكني هاي فكرتني ضحكت انا انبسطت بالشيء اللي صار. يا 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 ثواني يا جماعه ثواني خليني بس خبرك شو بك لك هو مقلب ولا خلص تعي تعي يلا طلع السياره انفضحنا خلينا نحكي بالسياره خلينا نحكي بالسياره تعي تعي اطلعي باب السيارة بيتك يخرب لي اطلعي بالسيارة عيب اموت لك فضايح بالشارع ما بحب انا ما ماشي هو اخذك كذا نروح على البيت ما بدك تروح نشوف البيت ما بدي اشوف شيء لا هلا رايحين نشوف الشقة شو راسي عم يجاني كثير خاصتني على البيت لك خلاص بقى ننوش هلا عم صور بالكاميرا كنت عم صور بالتليفون ماشي وين وين صار لك شلت كنت عم صور بالتليفون ننوش وهي الكاميرا هلا بنصور فيها مش ننوش خلص بدون زعل ماشي هذا الفيديو رح ننزله والله العظيم راسي عم يجعني وبلا نوم وفوق كده التعب تعبنا مرحبا الفيديو كليب جاي عم تعمل فيني هيك مقلب عادي حبيبي مقلب صغير شو صار؟ مقلب صغير حلوة ما عجبتك روح على البيت شو حلوة ما عجبتك روح على البيت مو حلوة البنت وعجبتك لك ما في بنت من الاساس ما في بنت حتى صورة بالتليفون ما في في صورة بنت من على الانترنت جبتها ما في ما في ما في بنت خلص خدني على البيت ما في تسمحي لنا ننزل هذا الفيديو لا يا جماعة خليني راضية وارجع شو ننوش خلص اتفقنا ننزل هذا الفيديو ننوش خلص شو مشكلتي مو مع الفيديو لكن مع مين معك. معي انا مشكلتي مع مي ايش عاملين لك ايش عاملين كنا احنا ما اذا على كل حال رح خلي مرتك تستلمك ايوه ماشي اما جوزي انا بعرف ايش بدي اعمل بدك تنجلت يبرق مو بسيطة ولا وبدهم يعزم هلا بدنا ننزل هذا الفيديو لانه الكاميرا راح تطفى ايه اذا هذا الفيديو بده يكون سبب ضحكة عائلتي الثانية فانا ما عندي مشكلة فيه بس اما انت حسابك بعدين اوكي طيب هي انه شفتوا شاد قلبك كبير لك انت كبيرة 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 وضخمة كمان كبيرة مو بالحجم انت شبر ونص بس بالفعلك كبيرة بنحبكم كثير بنشوفكم فيديو جديد ننوش تعبت امبارحه كثير بالكليب فاكيد راح تكون صعبه عليها لان في كل مشهد عدناه شي 10 مرات كل مشهد من المشاهد عدناه شي 10 مرات فطبيعي انه ننوش تزعل هي زعلت لانه تعبت ما زعلت من شالبنت ما عندها مشكله اني اطلع مع بنات مين قال هالحكي بنحبكم كثير بنحبكم كثير بنشوفكم فيديو جديد حطوا لي لايك للفيديو واشتركوا بالقناه وفعلوا زر الجرس قبل ما تطلع روحي انا امشي لايك باي باي